نايمة حبيبي؟ الله ينعم عليكي. وين؟ وانا في البيت. بدي اروح البيت. ما رح خليك تروح، الدنيا ليل ومو امان. ما فيني حبيبتي، امي واخواتي لحالهم، يعني بخاف يشغل بالهم علي. طيب اتصل طمنهم. هو المشكلة حبيبتي، الاتصالات مقطوعة عنا بالمنطقة وقاطعين الشبكة. معناها انت ساكن بمنطقة ولعاني؟ ولعاني. وهي السبب تاني لحتى الحقيقة حضان مولا انه انقطعت الكهرباء. انا رح اقبلها سبب اهم من قطع الكهرباء. شو هو؟ رح اقبلها اني اشتغل جديد.